رجعوا بخير بيزا ركني دلال إيرو أمي سورة الكوثر بستينن دفي سورة دا أمي ناس بكن تشاوا أمي بخينن معنا سورة تشيا وأمي ناس بكن بيج قاسي أف سورة سورتكي هي جايك وأم معناوي ناس بكن بس بيكي أمي سورة الكوثر بخينن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر سورتك مكية مجبرين هانا سكريا سورة مكينة ومدنينة سورة الكوثر جي سورة مكية آياتي وي جماروا سسينة القرآن دا آياتا رقما صد وحيشتا صد وحيشت بشتي سورة العاديات دا كتيا وأف سورة سورة الكوثر أصغر سورة يا هري بجوكة قرآن دا جبر سورة قرآن جزء آياتا كيمتر نينن سورة كوثر جي جزء سهيدة أو أيام جيرد بيجن جزء عما أف سورتها جبوش داكت أنا هناك سورة هنا جوارة سبب نزول هنا سبب نزول شيء يعني شخصت شيبو حتى سورتها هان داكت وكم زهنن بيخمبر عليه الصلاة والسلام حفظ زارو كيوي هبون شار كتشكبون وسيكو ركبون كتشكيوي مان حتى ما زنبون لهر سيكو ريويجي وفات كرن هنا قلكي بتشوكبون وعادتك كفارة هبو يا قريش أهل قريش هبو وقتا هناك كريم كركي وعمربانا جوارد غوتن أبتر أبتر يعني وقتا أف إنسان بمري وزاروكي وي نبن كري وي نبن كسب حساوي ناكي كسنا في ويجي نايني جبر ولو جبي خمبر عليه الصلاة والسلام را دغوتن أبتر جدي فلا بشتاهي بقرن وقتا زاروكا كي وفات بكي كاني خوبي يذكرن جلوما هر جاركي كركك شبي خمبر عليه الصلاة والسلام را وفاة ذكر تقوتن محمد أبتر يعني وي حنكي خبي تكرن تقوتن أفعيبة كجيرة محمد أبتر جبر كركي وي هر جاركي كرك وي وفاة ذكر تقوتن محمد أبتر وأفتشت بخمبر عادز ذكر دليوي تشكانت خدي ولو نهشت كيسا كفارة البيخمبر عليه الصلاة والسلام وري جوابها دا بسورة الكوثر جوارة قد في سورة دا انو خدي تعالى تجا ذكري بيخمبر عليه الصلاة والسلام قطنا كدنا في خلقي دا يي كو ذكري واوي قطب بي او ان كفاري حنكي خب بيخمبر ذكرن جبر بيخمبر تشني بقلكي ما زنكرن كسنكاري وانتشتانا بكي جلو ما حتى انها بشتي 1400 سالي هنا أمنافي بيخمبر عليه الصلاة والسلام دبيجن هنا أمسر دخوينن وشقا سنافي ويته أم دبيجن عليه الصلاة وأفضل السلام بيخمبر رجاء سورة الكوثر داكت شوش صحابي عرقو كيفاوي هاد كوخدي تعالى كوخدي تعالى سورتك سرمدا خستيا نافي سورتك قلك خوش أنا في سورة الكوثر ومعنى كوثر تشيا معنى كوثر الخير الكثير يعني خيرا قلك وأنا كنا دبيجن سورة الكوثر معناوي إنه جمك دجنتي دا وك ما قوتي يي جوي جمي كوثر بخوي أو الإنسان يقنج يطاع تأخذ تعالى ذكرن واتباع سنة بيخمبر عليه الصلاة والسلام ذكرن أفجي معنى آية أولى سورة الكوثر دا إنا أعطيناك الكوثر آية الدواد بيجي فصلي لربك وانحر شي يعني فصلي لربك وانحر يعني شبي خمبر خدي تعالى شبي خمبري خورد بيجي عبادتا خوحة موي بكش خدي خداي خورة نش أصنامارا جبرتي جبر كفار قريش بري عبادات خوش أصنامار تكرن وكما قوتي أصنام وكتمثال أنا سرد استيخوشي تكرن وعبادتا وان تكرن تقوتن أف خداي ما لي وقتا ديني إسلامي هات قوت لازم هم عبادتا خدي تاني بكن وعبادتا تشتيدن نكن كفارة تشجي تكر هردم أضحيي خوا سرجي تكرن جأصنامارا
قوتن أو خداي منا لتبي صورتي ده خدي تعالى قوتيا وانحر. وانحر يعني شيء يعني أمي برخكا ودفا وفان حيواناتي وخديج مرحلة الكرين إنه أم بخن وأم أضحية بدن أم واسر جيبكن ش خديرة وخدي نبحة وجيوايا مرة نددي خدي ليم هو جبونا خدي نيتا رضا خدي تعالى مرة واسر جيتك ودوزعيني سر فقيرة. شو معنى آيتا بشتيوية إن شانئك هو الأبتر؟ معنى شانئك يعني يشتعادز دجمنيتا أفجي خدي تعالى شبيخن برد اشتغلي ببيخن برد بيجي يعني شانئك هو الأبتر يكو بحساتكري ويتعادز دكي أو هي أبتر شاوة أو هي أبتر راستا دجمني بيخن برد بلكي كريوا بيترهبون لي كسب حساوان ناكي ذكريوان نما هيد دنياي دا بشتيكو وفات كرن لذكري بيخنبر حتى انها هيا خودي جبر ولو حجوانا ناكي جبر بيسفون جبر خلق تيشاندن بيخنبر تيشاندن ويكو بيخنبر بيشيني ويعادت بكي خودي تعالى جينا رازية وخودي تعالى حجي ناكي. أم تكارن چش في آياتها جوا آياتها مبعلمن جوا سورتها بجوك سورتك بجوكا لي قلك تشتباش هنا أم تيجي بعلمن ما جي ناسكر كو خدي تعالى قلك يحش بيخنبر عليه الصلاة والسلام دكي جبر هو أفضل خلق الله جبر ولو قركم هردم قدري قدرو محبته بدن بيخنبر عليه الصلاة والسلام حتى كو وفات كربي جوا أمي حجي كرنا خوش بيخنبر ردرخن وقتا كنا بيوي بي أمي بيجن عليه الصلاة والسلام واتباع السنة تاويتكن ويتشدكر أمجي وكويبكن أف معناه اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولازم تتجاري أم قحرو عادزي نخن هندري خوا شآلي خلكي شخلكي دي وقت شتيكو كفار دكرن هنجي عادز بونش بيخنبر شتغالي نبا شيرت كوتن وقتا إيش وعادزي وحقد ده هندري مرة دهبي مرة تتجاري مبسوط نابي خدي تعالى جي مرة ناو أزهي في دارم وجوي درسي فايدة كربي إن شاء الله حتى درسك دي بخير وسلامة سوا ببينم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.